أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها شنت هجمات يوم أمس بصواريخ الأرقب على مواقع حيوية متفرقة للاحتلال، وبثت الفصائل مشاهد لإطلاق صواريخ باتجاه أهداف حيوية في تل أبيب وبئر السبع والبحر الميت. وجاء في بيان الفصائل أن هذا الاستهداف يأتي استمراراً لنهج مقاومة الاحتلال ونصرة لأهل غزة ورداً على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.